استغلال لأزمة كورونا واحتكار للطيران تمنع آلاف العراقيين في دول مختلفة من العودة إلى العراق. آلام وأيضا شكاوى كثيرة وصلتنا خلال الحلقات الماضية، تطالب وزارة النقل والجهات المعنية بإيجاد حلول وإنهاء معاناتهم، لأنهم عالقين لأشهر في أيضا في تركيا وغيرها من الدول، البعض منهم من جرحى الجيش العراقي اللي هم في بريطانيا وغيرها من الدول يمتثلون للعلاج، والبعض الآخر كطلبة في عدد من الدول، وأيضا لأسباب كثيرة عالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا. أسعار التذاكر وصلت إلى أكثر من 400 دولار لسعر التذكرة الواحدة، مستغلة توقف شركات الطيران، خصوصا بأنه احتكار فقط المنافذ والمكاتب المفتوحة هي لشركة الطيران أو الخطوط الجوية العراقية في دول مختلفة. سعر التذكرة ما لا يقل عن 400 دولار للشخص الواحد، مستغلة أيضا إغلاق أو توقف الشركات الأخرى. لا ننسى بأن الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران في عدد من الدول، مما زاد الطين بلة، واستغلال مستمر لهذه الأزمة. معاناة وآلام لم تتوقف لأكثر من شهرين، وغياب الحلول فاق من معاناة المواطن العراقي. ليس هذا فحسب، بل أماكن الحجر الصحي هناك شكاوى كثيرة، وأيضا ما بين الإجراءات المشددة وما بين التهاون مع هذه الأزمة، البعض يتعرض إلى الحجر في أماكن غير جيدة وأيضا غير مناسبة للعيش فيها. البعض الآخر المواطنين يذكرون بأن نحن نفحص هذا الجهاز اللي يقيس درجة الحرارة ويعبرونه، وما بين هذا وذاك مخاوف المواطن مستمرة لحد هذه اللحظة، ويتساءل ليش ما يجدون حل سريع، وليش ما يتم حجر جميع العراقيين العائدين من الخارج، وليش وقت تبقى أو نبقى نستغل أو تبقى الجهات المعنية والحكومية تستغل الأزمات على حساب وحياة المواطن العراقي. أجواء الأوروبية، الخطوط الجوية العراقية محظورة من الأجواء الأوروبية لأكثر من 5 سنوات بسبب عدم امتثالها لمعايير السلامة والتشغيل الآمن، ورفض لحد هذه اللحظة أغلب الدول من هبوط الطائر الأخضر على أراضيها، وهناك آلاف مؤلفة من العراقيين موجودة في هذه الدول، ومثل ما ذكرت قبل قليل بأن من ضمنهم جرحى من الجيش وطلبة وغيرهم يحاولون ويناشدون بالعودة إلى الأراضي العراقية، مهما إذا يعني باتخاذ أيضا إجراءات السلامة والوقاية من كورونا. هل من حلول تنهي استغلال الأزمات على حساب العراقيين العالقين في الخارج؟ متابعينا الكرام ننتقل لفاصل، ومن بعدها نستقبل آراءكم ومقترحاتكم. أحد المواطنين المتابعين الكرام تواصل ويانا يوم أمس من الأردن، ذكر بأن طوابير طويلة أمام المنافذ أو الـ 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 الأماكن المخصصة لبيع التذاكر لشركة الخطوط الجوية العراقية، وتعامل غير لائق. نتصل على السفارة ماكو رد، نتبلغ قبل نص يوم من موعد الطيارة أو قبلها بساعات حتى ما نقدر بأن نلحق نوصل للمطار، وهواية طيارات فاتتنا بسبب هذا الإجراء والتعامل الغير لائق مع العراقيين الموجودين بالخارج. ننوه بأن احنا مو بالضد من أي جهة كانت، ولكن هناك شكاوى نتمنى من وزارة النقل، من الخطوط الجوية العراقية ومن الجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار ما يعاني المواطن والشكاوى الموصولة للارتقاء بالخدمات، وأيضا لإنهاء أزمات ومعاناة المواطن. وصلنا مقطع فيديو قبل أيام من تركيا، طلب الموجودين في أنقرة حجزوا بسعر التذكرة 480 دولار للشخص الواحد،
وبالتالي مرارا وتكرارا تؤجل الرحلات والسبب مجهول. خلينا نتابع هذا المقطع الفيديو بداية المتابعين الكرام والكم الهائل من الطلبة والمواطنين العراقيين الواقفين بطوابير طويلة أمام أحد المكاتب الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية، ومن بعدها نقول فنتابع. زين الاوراق ست الاوراق ليش ما تاخذين؟ احنا نسوي عمليات الجواز وتعهد تعهد هاي وين نسوي؟ ست اذا تسمح ست. هذا المقطع الفيديو وصلنا عن طريق التليجرام من أحد الطلبة العالقين في أنقرة، يبين مدى معاناة وآلام وأيضا شكاوى المواطنين والوقوف بطوابير وازدحام أمام مكتب الخطوط الجوية في أنقرة، دفع أسعار التذاكر على أمل بالعودة إلى الأراضي العراقية، خصوصا بأنهم طلبة علم. للأسف الشديد سعر التذكرة $480 للشخص الواحد، من المفترض بأن تكون هناك تسهيلات وهناك إجراءات أيضا تسهل من أو تزيل العقبات أمام المواطن من أجل العودة. البعض راح يقول بأنه ليش رجعون، ليش ما يبقون، هم مو مقيمين ولا حصل على جنسية أجنبية، لكن هم مواطنين اعتيادين راحوا للعلاج أو لطلبة علم وغيرها من الأسباب اللي دعت العراقيين والمواطنين إلى السفر إلى دول ثانية. نأخذ أول اتصال متابعينا الكرام. عبد الكاظم من كربلاء، مساء الخير عبد الكاظم ورمضان كريم. وعليكم السلام. تحياتي مع الجميع إن شاء الله. نعم. أخي العزيز، أنا ابني دا يدرس في تركيا. نعم. وهم نفس الحالة اللي ركزها قبل شوية، دفع $400 وقبلها دفع 1850 وطبب هالشركات النصب الاحتيال، هذا اللي يفاقه وهذا اللي رجع لها. نعم. وبالنسبة لحكومتنا ماكو أي حلول، يعني سحبوا بس جماعتهم الناس الخاصين بيهم سحبوهم، وده يطلعون بالإذاعة احنا سحبنا الرعاية وسحبنا الطلاب وكله كذب. نعم. ابني لحد الآن يوم من الشهرين كاظم محصول هو وأصدقائه يدرسون هناك، فكلها مجرد كلام، يعني احنا سحبنا واحنا جبنا، فكله كذب ما إلى كل صحة. جابوا جماعتهم جماعة الخطوط أصدقائهم وبالمقابل سحبوا لهم خمسة ستة من هالطلاب، والواقعين لحد الآن محجوزين بتركيا وصعب عليهم الطلعة والدراسة توقفت هناك. احنا لو اكو دراسة خليهم يكملون، بس الدراسة توقفت هناك، فبقاهم هناك جدا صعب. وحكومتنا اخر شيء هاي طيارة 400 على اساس يجون بها قبل يوم يوصلون، على اساس نبلغيهم قال لهم خلية الازمة ما موافقة لان ماكو مكان يحجوكم به، يعني على مود الحجر. فما اعرف شنو الحلول، يعني احنا ولدنا تاهين هناك، يعني بس هم ولدهم يجيبوهم واحنا ولدنا يظلون، يعني هذا ماكو شيء حكومه، يعني ما اعرف شنو اللي بروسهم، ليش هيك يعني؟ هذول مو ابنائهم، هذول بس يدعس لو ابنه يقبل عليه هيك شيء؟ نعم. فما اعرف والله ما اعرف، انا واحد ابني هناك ويا اصدقائه ثلاثه يدرسون وظلوا لحد الان، يعني لا دراسه ولا تذكره ولا ناس الدراسه وظلوا. طيب يعني هو دفع فلوس التذكره وده ينتظر ولكن ماكو اي ثاني تذكره، او التذكره باقوها جاهم واحد قال لهم $1,850,000 بالتركي دفعوا له باقي راح خلاص راحت وظلينا مشاكل وطلايب. هسه هاي بالجديد دخلوا من عده 400 ورجعوا لي اياه البارحه قالوا لي يابا خليت الازمه ما تواصل، يعني ظلوا ولدنا هناك، يعني وين يا هو اللي يجي ابوكم ويا هو اللي يجي، يعني تعرفون الاطفال ما يعرفون، يعني شباب ابنك باي محافظه في تركيا؟
بسامسونج في هاي البلد ولدنا نعم. هناك منطقه سامسونج بتركيا. طيب رجعوا له التذاكر وقالوا له ماكو طيران بدون ايجاد حل بديل للعراقيين العالقين بالخارج ماكو. البارحه رجعوا له ال 400 قالوا له يابا خليت الازمه ما ماسكه ما كان نحجزكم ببغداد. هذا البارحه اخر شيء ويا اخر اتصال ويا. نعم زين يعني الاشهر اذا اسمح لي يعني الاسابيع اللي مضت شفنا بانه اكو رحلات يعني جابوا العراقيين من الصين من ايران من تركيا من غيرها. اسطنبول طيرت صحيح اسطنبول نعم. هاي المدينه ما طيرت ولا طياره هم صعب ينتقلون لاسطنبول يعني ما يقدر يوصل لاسطنبول نعم. يقتلك طياره باسطنبول انت تعرف انها بين محافظه ومحافظه ما نقدر نتنقل هناك مانعين من التنقل شلون يوصل لاسطنبول حوالي 6 ساعات هو هناك نعم. اسطنبول طلع الطياره بس هاي المدينه ولا بشر نقلوا من عندها ولا نعم. ابد كل انسان ما طلع منها شلون وضعهم في تركيا حاليا؟ والله قاعدين بالشقه ويعني ما يطلعون هاي يمكن البارحه بتحاول حظر عليهم يوم ما نعم. يقطعون يسوقون ويحجزوهم 4-5 ايام نعم. يعني انت تعرف هذا الشاب يقطع هو محجوز بغرفه يعني غرفه صغيره شقاكم تعرف نظامهم شقق صغار هناك ولو عنده دراسه ينتهي بالدراسه بس الدراسه وقفوها صار شهرين عندهم يعني بقائهم هناك غلط يعني هم نعم. تعرف انت الامراض قاعد تزداد عندهم هناك الحالات احنا هنا الحمد لله وشكر مسيطرين عليها جي. تواصلوا مع الجهات مع السفاره العراقيه القنصليه اذا وجدت في في المحافظه اعطوني ارقام بلي حبيب اعطوني ارقام جزيت لك جماعي مال السفاره مال القنصليه تواصلوا يقول اصلا ما حد يفتح علينا الموبايل ما حد يفتح علينا نفس المشكله في اغلب الدول ما يردون علينا يعني اكو ارقام صحيحه انا دزيت لي اياها قلت له جماعتي اجوا انا هم عندي ولد اصدقاء اجوا من اسطنبول قلت له هاي الارقام اتصلوا بها ولا تليفون محجز من اسطنبول نعم قال لي جايين دق ما جايين حصل ما يردون علينا نعم وضحت الصوره تحياتنا لك يعني ونشكر متابعتك واتصالك ونعتذر منك ضيق الوقت اغلب الدول اغلب المواطنين الموجودين في الصين في مصر في تركيا ايضا في الاردن كذلك لان المواطنين من يتصلون على السفاره وعلى القنصليه الموجوده في تلك المحافظه او الدوله ماكو اي رد وما تقدم اي مساعده او خدمه للمواطن اذا مر بضائقه او وقع او مشكله ولا كانه مواطن عراقي يطالب العون من الجهه المسؤوله او بانه يطالب من حكومته اللي هي ان المفروض بان تولي عنايه واهتمام بالعراقيين في ظل هذه الازمه مو اسرق جيب المواطن باستغلال ازمه كورونا وارفع سعر التذكره وخلي المواطن بدوامه وخارج العراق وبامس الحاجه بان توقفون وياه لكن للاسف الشديد المشهد اكثر الم في ما يعانيه عراقي الخارج من معاناة ومن استغلال. عندنا اتصال اخر ابو محمد من بغداد مساء الخير ابو محمد مساء النور شلونك استاذ عمر؟ تحياتنا لك تحياتنا الكادر الشرقيه وجميع المواطنين من الشعب العراقي نشكر متابعتك استاذ عمر عيني انتم عنوانكم كلش حلو الازمات المواطن ما دا يلحق يستلم وحده وحده يعني هسه مثلا تعذرني اقول لك مساله المتقاعدين يعني هسه حاليا يعني خلينا موضوعه كلش مهم اليوم 5 ولا انصرف راتب للمتقاعدين وسمعتوا كل زين انتم وجهونا شويه نداء لذول الجماعه اللي يتحكمون بالامور المتقاعد 12% من راتبه الدخار اجباري 25% الله يخليك هو احنا ما دلها على امورنا همينا متقاعدين تدري نعم. انا عندي خدمه 59 سنه خدمه اهليه من حرب 73 مال اسرائيل ولحد الان نعم. طلعنا تقاعد هل يجوز يقطعون من رواتب المتقاعدين يا ابن عمي انت ترى الوحيدين عندنا الشرقيه نعم. انت توصلون مشاكل الناس نعم. واحنا ما دلهك عليها زين ابو محمد انتم كل شهر يعني خلينا نقول بانه يوم ثابت بانه تستلمون راتبكم وتعرفون بانه باشر راح يجي الراتب. نعم. اذا تاخر ايش كم يوم يتاخر وانتم كل شهر باي يوم تستلمون راتبكم؟ نعم استاذ عمر نحكي على القديم ويوم واحد بالشهر اكو ناس وجبه لهم محددين يستلمون نعم. من يوم واحد بالشهر يبدي هم قبل فتره كانوا كل شهر ينطونا باقوا شهر من عندنا حياه على الصلاه ذاك هو وطلعنا بس ما تشارك قالوا احنا منطيكم لي قدام نعم. هذا الحكي يا اخي خلي يروحون يسحبون الفلوس اللي مباقه الفلوس اللي نهبت المسؤولين هسه كورونا نعم. بس تندن المواطنين ما تندن المسؤولين وانا على مسؤوليتي اقولها واقول بعيون كل واحد منهم ولي الامر لازم يكون مخلص للشعب ماله حرام عليكم ايش تسوون نعم نعم
نعم إن شاء الله راح نناقشه في حلقة يوم غد أبو محمد بما يخص رواتب المتقاعدين بعد ورود شكاوى كثيرة عن تأخر استلام رواتبكم. نتمنى بأن تشاركنا في حلقة يوم غد وخلنا نشوف إنه شنو التصريحات وشنو الجديد بما يخص رواتب الموظفين والمتقاعدين للأيام القادمة إن شاء الله. نشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك أستاذ عمر. من أي محافظة؟ من كربلاء. من كربلاء. حياك الله. أستاذ على هاي الملحة. منحة الطوارئ. زين. الملحة أستاذ الملحة. نعم. إن شاء الله راح نتحدث عن المنحة في الحلقات القادمة. تحياتنا لك، نشكر متابعتك واتصالك، ونلفت عنايات مشاهدينا الكرام بأنه أثناء الاتصال نصلنا صوت التلفزيون ويسمعونا عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال. عندنا اتصال آخر. حسام من كركوك، مساء الخير. وسام. شلونك حبيبي؟ نعم وسام. شلونك أستاذ العزيز؟ تحياتنا لك. يعني بس نريد نعرف هاي حكومتنا لو تريد تصل بينا. نعم. يعني حتى المتقاعدين لحد الآن ما مطين رواتبهم. يعني ما يفكرون الناس من هين حضرة التجوال، من هين ما أدري شنو على مود كورونا. نعم. زين. يعني شو نسوي يعني المواطن أكو مواطنين شو يسوي؟ أكو ناس محتاجة، الناس محتاجة التقاعد، الناس تنتظر التقاعد على نار. نعم. إيه. إيه أستاذ. إحنا لون يعني. نعم. ترى نشوف تاليها وين. نعم. إن شاء الله راح نتحدث في حلقة يوم غد عن رواتب المتقاعدين ونتمنى يعني بأنه باكر قبل ما نتناول هذا الموضوع يكون بأنه رواتب المتقاعدين أطلقت، ونتمنى لكم الموفقية والصحة والسلامة. تحياتي لك ونشكر متابعتك واتصالك. إذا ما أطلقت باكر فإحنا إن شاء الله راح نتناول هذا الموضوع ونتمنى إن شاء الله بأنه يتم إطلاقها في أسرع وقت أو في الساعات القليلة القادمة. تحياتنا لك ولأهالي كركوك ونشكر متابعتك واتصالك. شفنا أحد المتصلين من محافظة كربلاء وقبلها لمواطنين. القضية مو بس فقط بالعراقيين العالقين في الخارج، بل عندنا عراقيين أيضا في الداخل هم يحاولون العودة إلى مكان إقامتهم في استراليا وغيرها، في تركيا وغيرها من الدول، خصوصا بأنه أحد المواطنين قبل أو مرة عراقية تصلت بنا قبل أيام بأنه عالقة داخل العراق ترجع لأطفالها في أستراليا. البعض سماسرة التجار يحاولون استغلال الأزمة ليأخذون مبالغ مالية كبيرة من المواطنين ويسفروا عن طريق الطيارات الخاصة بالنقل التجاري وتم نقل المواطنين العراقيين من خلالها. مثل ما سمعنا أحد المواطنين أيضا من محافظة كربلاء، ابنه عالق في تركيا، دفع 1850 دولار تقريبا حتى يرجع للعراق وباقوا فلوسه، ما نعرف من هي هاي الجهة اللي كانت، وأيضا دفع 400 دولار والبعض دفع 480 دولار حتى يرجع للعراق. وحاليا مثل ما افتهمنا من أخونا من كربلاء يقول بأنه خلية الأزمة راضة وتم أرجع مبالغهم المالية. اليوم دا نشوف بأنه أكو عشوائية بالتعامل، غياب الخطط، بأنه اليوم ماكو آلية ثابتة للتعامل مع هذه الأزمة، خصوصا بحركة الطيران، حركة تجارية، إعادة العراقيين، تخصيص أماكن لهم للحجر اللي للأسف في أغلب المحافظات اللي تمتلك مطارات غائبة هذه الإجراءات. على سبيل المثال واحد المواطنين ده يقول عبر التليجرام، يقول بأنه إقليم كردستان أجر طيارة وجابت العراقيين من دول الخارج وجابتهم إلى الإقليم، تم اتخاذ إجراءات السلامة والإجراء الصحي ومن بعدها انحلت هذه المشكلة. ليش ما تتخذ وزارة النقل، الشركات المعنية أو شركة الخطوط الجوية إذا كانت معنية بهذا الملف أيضا مثل هكذا إجراء، خصوصا بأنه محظور من الهبوط في أغلب الدول أو في الدول الأجواء أو دخول الأجواء الأوروبية لحد هذه اللحظة، والعراقيين دي يواجهون مشكلة. أرقام الهواتف للسفارات أغلبها مغلقة، وحتى وإن كانت مفتوحة فماكو رد وماكو تعامل لائق مع العراقيين، والمواطن العراقي اليوم دي صارع وحيدا في الغربة وسط الإهمال والتخوف. احنا نطالب من وزارة النقل ببيان واضح بإيجاد حل عاجل وإنهاء هذا الاحتكار والاستغلال لهذه الأزمة ومحاسبة المقصر أيضا لخدمة البلد ولخدمة أيضا
المواطنين العراقيين العالقين في الخارج. عندنا اتصال آخر من صلاح الدين. أحمد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام أحمد. تحياتنا لك. تحياتي لك ولبرنامج الشرقية. الله يبارك فيك. وربي يوفقكم إن شاء الله. وأنا على نفس الوقت إن أكو غيري هم محترق قلبي يريد يحكي. نعم. يا أخي رحمة على والديك. يعني هذا الله هذا المرض هذا جنود الله. نعم. ثق بالله جنود الله. بس بلدنا ما أعرف إيش بي يعني هسه المتقاعد. نعم. فاك عينه على الله وعلى هالراتب هذا لحد نعم. الآن ما منطيب ليش. يعني بس قول لي هاي المليارات اللي استربت المليارات اللي انباقت وهاي الأحزاب خلت بطل عاد خلت خاف الله هل تلتجي هذا شهر رمضان مو الله لحظة واحدة يقبض عجاج يموت اليابس والأخضر يعني كافي كافي بوك كافي بوك باسم الدين حسبي الله ونعم ناس صيام يعني أنا هسه أحكي لك من قناة أنا صلاح الدين قضاء يعني سامراء بالقرآن أكو ناس هسه عيشتها على الله وعيشتها على التقاعد يا أخي والله العظيم ما عندهم لقمة عيش أنا كمنتسب في وزارة الدفاع ثق بالله العظيم أخذ راتبي أوزعه يعني مو كله الكذب مو حلو أوزع يعني هل أقدر عليه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها يعني على الناس اللي ما عندها يا أخي واحد خلي تجي خذ الله بين عينه يعني راتب تقاعد يوم خمسة بالشهر ماكو بس قول لي وين أروح على يا دوامة هسه أنا منتسب عندي راتب غيره ما عنده راتب شلون عايش بالقرآن استلمته يوم 24 هسه ما عندي ولا دينار نعم احسن المعنى يعني صار لكم اكثر من شهر انتم بدون راتب تقاعدي ان شاء الله مثل ما نوهت قبل قليل وعندي بس عندي ولو اخذ من وقتك نعم. انا احلفك من الغالي عليك نعم الله عليك سؤال واحد اذا يعني كان بصوره سريعه نعم. انا اشد سعد البزاز يعني هو ابو الفقراء طيب. انا اذا ما اريد اني اشري ولا اريد مساعده نعم بس اكو عائله يمنا يعني اتمنى من سعد البزاز ابداع نعم. جاله على هذا الشهر رمضان نتمنى اكو ناس عندنا نعم. كاتلها الضيم والله نعم. يكون الله يكون بعونهم ونتمنى بان توصل رسالتك ومناشدتك برنامجنا بعيد عن المناشدات ونعتذر منك تحياتنا لك ولاهالي صلاح الدين عندنا اتصال من بغداد وثبه مساء الخير مساء الانوار رمضان كريم على الجميع الجميع ان شاء الله نعم وصل لك بما انه هاي متقاعدين سئله واحنا ايضا همينا حبيت عندي استفسار نعم. احنا عندنا المكافاه نهايه الخدمه اللي ينطونا اياها بعد خدمه 30 سنه في دوائر نعم. الدوله نتيجه القانون التعسف اللي طلعوا المتقاعدين قبل سنهم التقاعدين وعدونا انه يكون عندنا المنحه ينطونا اياها او بالاحرى المكافاه اللي هي حقنا لكن الى هسه ولا اكو اي شيء ينطونا اياه او نعم. يوعدون انه ياخذون حقهم ايش وقت فريد نسال مكافأة نهاية الخدمة عندما طلع موظفين وما عندهم قابلية أن يدفعوا لهم حقهم ليش طلعوهم في قانون تعسفي نعم. الشعب كله غير راضي عليه فريد جواب متى نستلم مكافأة نهاية الخدمة للمواليد 58 59 60 اللي طلعوهم بقانون نعم. غير وجه حق نعم أخت وثبة نتمنى بأن تتواصلين ويانا على التليجرام أو على صفحات البرنامج أو صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج أغلبية ناطقة على الفيسبوك وأيضا على تويتر أو بالتواصل عبر التليجرام الرقم الظاهر أسفل الشاشة إن شاء الله إذا ما أطلقت الرواتب يوم غد وإن شاء الله تنطلق رواتب التقاعدي إحنا راح نتناول هذا الموضوع وأيضا حتى نطرح موضوعك وأيضا موضوع آلاف المتقاعدين اللي مستلموا مستحقاتهم ومكافأة نهاية الخدمة عندنا اتصال آخر أبو عبد الرحمن عليكم. من بغداد رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله رمضان كريم عليك وعلى كل الناكاد والعراقيين أجمعين تحياتي أستاذ عمر نعم. الله يسلمك نقطتين الراتب التقاعدي ما له علاقة بالنفط نعم ما أدري ليش يأخره هو يستقطع من الموظفين نعم. كل شهر في صندوق التقاعد يعني نعم. لازم نصرف قبل الكل شنو التأخير مالته ما نعرف على نعم. واحد إذا باكر صارت يطلع من المسؤولين في السبب ليش تأخر لأن نعم. هو أصلا موجود ما على علاقة لا بالنفط نعم. ولا بأي فلس من الدولة نعم. الشغلة الثانية بالنسبة للقرارات أنا بنفسي أهلي موجودين بتركيا زين. صدقني أستاذ عمر أنا ومعاناة مع العلم كبار بس أكو 85 سنة في منطقة أنطاليا نعم. أرقام تليفونات يتصلون على مكتب الخطوط الجوية العراقية في أنطاليا يجاوبوهم غير عراقيين عرب رواية مو ما بيها شيء بس يعني ما الكادر مو عراقي اثنين كلهم احنا ما عدنا شيء جيت اني ببغداد رحت اتصلت المكتب الخطوط الجوية العراقية هنا قلت لهم عيني هاي تذاكر موجودة والتذاكر هاي مفتوحة مدة سنة ما علينا بيها شو كنت يطلع قال احنا ما نقدر نعطي كل نتيجة ولا بيتنا كل شيء احنا هذا كله متعلق في السفارة في تركيا
وفي القنصليات ومكاتب الخطوط. وارد نفسي خابر من بغداد مدة أسبوع كامل ما حد يجاوب ولا حد ينطيهم نتيجة. آخر شيء قالوا لهم سووا لهم بنطالية مدير الخطوط العراقية بنطالية سووا لهم لكل الموظف اللي يجون يرجعون. جمع أسماءهم قبل أسبوعين ورتبوا أمور قال لهم راح أتبيكم. آخر شيء قبل ثلاثة أيام لغى الجروب قال لهم كل شيء ما أقدر أسوي لكم. هاي مسؤول كلام يخلي يطلع أي واحد قال لهم كل شيء ما أقدر أسوي لكم ما أعتذر لأن أنا قال أشيد وما حد جاوبني. صدقني أستاذ عمر هذا واقع تسولف. جيد وشكرا جزيلا. إذا تسمح لي أبو عبد الرحمن. نعم. فقط في إنطاليا لو كل إذا عندك معلومة في كل العراقيين كل المكانات كل المكانات وسووا لهم هسه رحلات رحلات برية. نعم. مكاتب قالت لهم رحلات برية ننقلكم إلى خابرهم. نعم. قال لهم إحنا راح نقدر ننقلكم شركات شركة الرافدين ننقلكم بس وصلكم للحدود فقط. نعم. الحدود جاخوا بعدها أو تختار بيكم. زين. الشغلة الأخرى اليوم اللي عجبني شغلة واحدة قبل شوي استغربت بيها مكتب في بغداد مكتب زيونة طلع المدير مالته يتحدث على الفيسبوك وإعلان إنه قال إحنا شركة نقدر نجمع أسماء وبعلاقاتنا نقدر نفتح موضوع ويا السفارة هو شركة. نعم. أهلية بس هو اللي طلع بالفيسبوك موجود والله شركة اسمها الزيونة وحصريا تسجيل الأسماء عن طريق مكتبنا وإحنا نقدر نسوي ونأجر طيارة بس لازم نجمع أسماء وأطلب من عندكم هيك ومطلوب من عندكم شيء. كيف مكتب يطلع هيك منشور والحكومة ما تقدر تسوي شيء؟ يعني شيء غريب في هالبلد هذا. نعم. ما أعرف يعني من تحملون المسؤولية اليوم هذا التقصير وهذا اليوم الاستغلال والإهمال العراقيين الموجودين بالخارج؟ استعملت طبعا بالدرجة الأولى. نعم. راعي الدولة كلها رئيس الوزراء الجمهورية. نعم. من يكون قائد عام لقيادة القوات المسلحة ومسؤول على البلد ومسؤول على الدولة ومسؤول على الوزراء من مسؤول على الوزراء الوزراء يصيرهم تحت سيطرة من يكون مسؤول يعني مسؤول على الشعب كله. نعم. لأن وزارات تمثل الشعب فرئيس هو مو مقال هو قاعد كيف ده واستغفر الله أنه حق الرد مكفول. طيب. قاعد لحد الآن هو قاعد بصلاحياته. نعم. فمن صلاحيات فكر بالمتقاعد فكر بالباقي خارج محصور عمرهم بالخمسة وثمانين وستين سنة ما تقدروا يرجعون. نعم. عندهم تذاكرهم المشكلة تذاكرهم يقولوا ما تأكل تذاكركم تحجزون جديد وتوصل والحلوة منها هي التذاكر 400 وشوية والسوق السوداء 600 وشوية. زين شلون صار السوق سوداء ما أدري. زين هي تذاكر محصورة شلون سوق سوداء والتذاكر محصورة والأسماء قاعد تسجل هي سجل وهي حاطيها وراء شو يقولون أكلة محصورة سوداء. صدقني أستاذ عمر نحكي لك يا واقع حال وبنفس أنا يعني أنا بلد أسبوع كامل ما خليت تليفون ما اتصلت بي ببغداد. نعم. وصدقني بس واحد جاوبني من مكتب خطوط ها وتجاوبني يا أما سوري يا أما يعني هيك أو أردني. طيب. صدقني يعني مو عراقي تجاوبني. نعم. وأشكرك. تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. أبو عمر من الموصل مساء الخير أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام وتحياتنا لك. نعم أبو. عمر أسمعك أنت على الهواء مباشرة. العفو أستاذي. السلام عليكم تسمعني؟ أسمعك. أستاذي يرحم والدي أنا مسجل على الرعاية الاجتماعية. نعم. من 2016. نعم. أنا كنت نازح بدهوك. طيب. نعم. نصيري صوت التلفزيون أبو عمر نصيري صوت التلفزيون حتى نعطي مجال للمتصلين الآخرين. نعم. العفو العفو. نعم. فأستاذي اسمي ظهر بالرعاية الاجتماعية. نعم. هذا من العام وراجع وكملت الشغل الرعاية الاجتماعية كاملة. نعم. وهذا صار جماعتي كلهم استلموا واني غدا وبعد غدا وأسبوع وراجع وما افتهمت كل شيء من نعم. منها النهاية لحد الآن. نعم أبو. وأنا نادح بدهوك والله وكيلك يعني متعرف شغلت النادح مع حاجة. نعم. إيه والله. تحياتنا لك لهالي الموصل أبو عمر نتمنى باستلام مستحقاتك ونشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. أم فادي مساء الخير. من دهوك تحياتنا لك. شكرا تسلم. نعم. نحن ساكنين دهوك. نعم. بس جنتي بهولندا. زين. صار لها ثلاثة شهور هي عالقة بهولندا حجزت 21/3 ونلغى الحجز. زين. بعدين راجعوا السفارة والقنصل كل يوم يوعد 29/4. نعم. بعدين صارت 5/5 هسه على 13/5 بس أي نتيجة ما نشوف بس وعود
ويجمعون أسماء ويأخذون رقم الجوازات وأي شيء معكم. صار لهم ايش قد على هذا الموضوع بانه كل يوم يجددوا لهم موعد مقابله وياخذون جوازاتهم وارقام جوازاتهم وما يكون الحين. هاي من بدات الازمه. من بدات الازمه يعني اكثر من شهرين. نعم. زين. فاذا امكن بس نريد لنا فد حال فد شيء سووا لنا يرجعون اولادنا. طيب حجزوا حجزوا ولا ماكو اي حجز وماكو اي تذاكر؟ لا ماكو حجوزات بس وعود بس وعود. بس وعود. تعامل القنصلية والقنصل أو الجهة الموجودة هناك يطلبون بهم مسوين هاي الجروبات. نعم. وماكو بس يطلب منهم أسماء وأرقام. طيب. وحتى مسوي لقاء بقناة NRT وحكى وقال راح نجيبهم كلهم وماكو هم تقريبا 80 واحد هسه. زين شلون وضعهم؟ يعني ايش تتوقع شلون يكون الوضع؟ واحد قاعد بمكان مو مكانه. نعم. نعم. رجاء يعني إذا تقدرون تساعدونا بهذا الموضوع إن شاء الله. شكرا. نتمنى بأن توصل أصواتكم إلى الجهات المعنية الغائبة بإجراءاتها عن العراقيين العالقين في الخارج. لأيضا دا نشوف بأن هناك تدخل يعني المواطن يتساءل بأنه حكومة ووزارة وشركات عاجزة عن إعادة العراقيين بالخارج وتجي شركات أهلية تقولهم يابا إحنا عندنا بعلاقة نقدر نرجعهم. طيب الدور الحكومي اليوم وين؟ ولشوك تبقى الحكومة اليوم أو الجهات عفوا المعنية في وزارة النقل هيئة الطيران اليوم عاجزة عن إيجاد حل للعراقيين وخصوصا بأنه هي محظورة من الأجواء أو الطيران أو دخول الأجواء الأوروبية والعراقيين عالقين هناك بدون أي حل. شنو اللي تنتظروا وإلى متى تبقى الوعود هو الوسيلة اللي تستخدموها لتهدئة المواطن اليوم اللي ما عنده أصلا طاقة صبر بعد أكثر من شهرين من الوعود والإجراءات الروتينية الغير مجدية. عندنا اتصال أبو سعد من واسط. مساء الخير أبو سعد. أهلا وسهلا. تحياتنا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا بنشكركم على البرنامج الرائع. أستاذ أنا عندي مداخلة بسيطة. نعم. أنا رسالتي إلى كل من يهم الأمر. زين. احنا لما عرفنا هسه رواتبنا المتقاعد والفقير والعطار والموظف كل راتبه على من على النفط مو على الشهاده الوظيفه على النفط مو يعني هسه احنا كنا شعب مستهلك على النفط. ليش النفط ما يتوزع بالعداله؟ ليش واحد ياخذ 10 ملايين وواحد ياخذ 4 ملايين؟ هاي واحد 400 المتقاعد ياخذ 400 او 500 كراتب بس احنا ناخذ 500. نعم. واحد ياخذ 10 ملايين من يجي الزود نبر راتب الزايد ياخذ قد ما يريد منافع ورواتب ومن يجي القص يشمل حتى المتقاعد. انت ليش بالقص ما تقص من الرواتب العاليه هاي مختلف عن النفط؟ نعم. النفط مو ملك الجميع. هذا مو حرام عليهم؟ مثل ما نوهت قبل قليل يعني إن شاء الله يوم غد راح نناقش هذا الموضوع راح نطرح هذا الموضوع. واللي عنده أي استفسار اللي عنده أي قضية اللي ما يقدر بأنه يتصل بأنه يتواصل ويانا يكتب لنا شكوى مظلوميته الرسالة اللي يحب يوصلها على التليجرام على الفيسبوك على تويتر أي طريقة بأنه يشوفها سهلة. نعم. إذا سمحت لي أنا احتعام. نعم. احتعام. أنا أقول مظلومية كل الشعب مو مظلومية الواحد. نعم. يعني ما طول النفط ملك الشعب ملك الشعب العدالة مو من الشعب. أنا خدمت 32 سنة أطلع لب 400 بالقص يشملوني بالزيادة بس يجي هم يأخذون منافع وخدم وسفر وعلاج مجاني وبلا يطير الطيارة وإذا لسه ابنه بلبنان يرجع للطيارة مرة ثانية ويجيبها مو مثل ذولا النايمين حتى الطلاب التركي. نعم. إن شاء الله راح نناقش هذا الموضوع يوم غد. تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك ونعتذر منك لضيق الوقت. عندنا اتصال من بابل. زيد مساء الخير. زيد رمضان كريم. زيد نصيري صوت التلفزيون اسمعني عن طريق الهاتف حتى لين قطع الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتنا لك. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك استاذ بلاز. احنا عندي شكوى على مديرية مجاري بابل اللي هي شارع 60 بالحلة. زين. عندنا المحاسبين مالتهم ماخذين من عندنا فلوس وصار لهم اليوم تقريبا ما يقارب بالخمس اشهر على اساس يحكمونا. نعم. على الهويه مالت الماستر.
نعم. وماسك الماستر ما جاي يقدمون لها، نروح للمصرف، المصرف يقول التأخير من الدائرة ما شارك فيه. طيب. يعني اللي هي مال مجاري. جي. فإحنا نحب يعني نناشدكم من هاي يعني قناة مالتكم حتى تحلوا لنا المشكلة. نتمنى اللي عنده قضية خارج محور الحلقة بأنه يتواصل ويانا على التليجرام، بأنه نتمنى بأنه يطرح قضيته، إذا عنده مقطع فيديو، إذا عنده مستمسكات كتب وثائق يرسل لنا إياها. نشكر متابعتك واتصالك. عثمان من الأنبار، مساء الخير ورمضان كريم عثمان. علينا عليكم السلام. تحياتنا لك. استاذ فؤاد والرعاية لحد الآن ما نبثن. زين. يقولون يوم خمسة ويوم ثلاثة وما نبثن لحد الآن. نعم. إي والله. طيب. شلون؟ آخر راتب رعاية شو وقت استلمته؟ قبل شهر صار. قبل شهر. هو دائما يتأخر هي راتب الرعاية؟ هو يوم 27 يوم 26 نبثن، شو لحد الآن ما نبثن. زين. حاليا حضر تجوال جزئي وكورونا وهذا، شلون ترتبون وضعكم؟ والله استاذ على هالراتب وثم على على نعم نعم اي والله استاذ نعم. نتمنى نشكر متابعتك واتصالك، ونتمنى بإيجاد حل لقضيتكم، ونرجع لمحور حلقتنا متابعينا الكرام. نشكر متابعتك واتصالك. نشوف بأنك شكاوى هواية قاعد توصلنا، خصوصا بأنه مشاكل هموم العراقيين هواية، اللي راتب تقاعدي واللي رعاية واللي غيرها وغيرها من الحقوق المسلوبة من المواطن، واللي تزيد الطين، والأزمات مستمرة اللي قاعد تعصف ب المواطن العراقي. اليوم مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه اللي عنده مقترح، اللي عنده موضوع تحبون تناقشوه وتحبون تطرحوه حتى نفسح مجال للعراقيين اللي بالخارج، واللي بإمكانهم بأنه يتواصلون ويانا ويتصلون بينا على الهواء مباشرة في سبيل إيجاد حل وإنهاء لهذه المهزلة ولهذا الاستغلال بحق العراقيين العالقين بالخارج. اللي عنده موضوع خارج موضوع محور حلقتنا لهذا اليوم أو في الحلقات القادمة أيضا، نتمنى بأنه يتواصل ويانا، وإحنا أيضا متواصلين وياكم على مدار اليوم عبر التويتر والفيسبوك وأيضا عبر التليجرام. وناخذ اتصال أبو مالك من بغداد. مساء الخير أبو مالك. الله يسلمك حبيبي. تحياتنا لك أبو مالك. أبو مالك وصل لي صوت التلفزيون حتى لين قطع الاتصال. الله يسلمك حبيبي، شلونك؟ تحياتنا لك. الله يخليك. يا أبو أنا بال 2016. نعم. أي خادم لك. بال 2016 قدمت على الرعاية. نعم. وطلع لي فوق تحت الفقر، فوق الفقر. زين. فوق تحت خط الفقر. زين. ايه. من 2016 ناب واحد قلت راجع وماك، راجع وماك، قال امك لازم تطلب سواي مال، وسويته وانه ما عندنا في شيء، طلعت من فوق الفقر، انه قدمت القاضي، القاضي نفس الحال، قدمت طب وراقي له. زين. ونفس الحال يعني شنو ما جتك لجنة، ما جتك لجنة شافت اذا تسمح لي، اذا تسمح لي بالعلاوي. نعم. بالعلاوي شنو قال؟ قلت تبقى، قال تبقى سنه سنتين ثلاثه يلا تطلع لك. زين. وانا شنو هالاجراءات اللي اسويها؟ طيب السنوات الماضيه بعد ما صار اكو جهات هي مو بحاجه لهذا الراتب أو المخصصات مال الرعاية الاجتماعية اللي كانت تزاحم الفقراء والمستفيدين من هذه المنح والرواتب، فشكلوا لجنة في ذلك الوقت زارت المستفيدين من رواتب الرعاية، شافوا وضعهم، شافوا بيتهم، إذا عندهم معيل أو لا، إذا عندهم موظفين أو يشتغلون. جدتك اللجنة زارك أحد؟ تبصوا عليه يعني صار اللي نجي لهنا شاف بيتي في قاعد وين بالتجاوز. زين. قاعد انا بالتجاوز، مو قاعد على البيت مالك وهذا، وشاف وين قاعد انا وعايش بغرفه وحده. نعم. يعني مجرد عده ثلاجه وعده مبرده، يعني ساعات الارمله المعده هم عندها ثلاجه، اهلها طوها، قرايبها طوها ثلاجه مبرده، مو فعلا لا. طيب يعني اذا عندك ثلاجه وعندك مبرده يعني انت وضعيتك زينه؟ يعني انسان نزيه. زين. حتى ما عنده 25 ألف حط بجيبه. طيب. يعني ما عنده حتى 25 ألف حط بجيبه في سبيل يكتب من جانبي. نعم. إيه. فهي هاي يعني هاي المشكلة يعني صارت عداني. وين ما أروح سادي لبوشي. يعني لا يقول طبعاً كشف جديد. نعم. عايزين يشوفون يعني الوضعية. والقاضي عم نفس الحياة طول أوراق رأسه كتبت وهاي يروح الله ذاك. شنو هاي؟ نعم. ان شاء الله تصل رسالتك وتكلم تشكيل لجنه جديده. نعم. يعني ما نعرف انه اللي عنده مبرده واللي عنده ثلاجه ما يعتبر فقير او يعتبر وضعيته زينه، طيب مين يعيش مين يشتغل؟ عندنا اتصال اخر
أم محمد بن كركوك. رمضان كريم أم محمد، مساء الخير. السلام عليكم. تحياتنا لك. بدون زحمة، عندي ابني بعمان. نعم. وهو لازم يجي للعراق عن طريق المعبر لأن سيارته وياه. زين. اي فالمعبر مدى يفتحه؟ كل ما يوعدونا على ينفتح ومدى ينفتح. طيب. ما يقدر يرجع بوحده ويعوف في السيارة؟ لا والله ما يقدر. زين. هسه عوفك من السيارة. سيارة بالله جزء تنحل بعد فترة، بس هو يقدر يرجع حاليا لو ما يقدر بوحده بدون سيارة؟ لا والله ما يقدر يقف السيارة إلا يجيبها ويجي، يعني سيارته الخاصة. طيب أمي، يعني اليوم أكو عراقيين دي يشكون بأن هم أسعار تذاكر مرتفعة، طيران ماكو، تعامل غير لائق، دي يواجه هاي المشكلة اللي هو مشكلته بس السيارة؟ لا لا، مشكلته بس السيارة، أي تعامل بالعكس التعامل جيد جدا. نعم، ماكو عندهم أي مشكلة. نعم، نتمنى بأن توصل رسالتك وتحياتنا إلك، ونتمنى بأن المواطن العراقي بأنه هم لازم يقدم تنازلات. شلون يعني إحنا نواجه مشكلة بأنه عراقيين بالآلاف مدى بجنطتهم بهدومهم مدى يقدرون يرجعون، فهو شايل هم للسيارة وشايل هم يرد يدخل السيارة وشلون يعوف السيارة، أكو مشاكل أكبر. خلي يعوف السيارة، خلي يتنازل، يضمها أي أحد، يخليها أي أحد أمانة يقدر يجي بوحده. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى بأنه يعني إعادة إيجاد حل للعراقيين العالقين بالخارج. شفنا إجراءات بالمطار واستبشرنا خير، بالرغم بأنه كان هناك رفض كبير من قبل العراقيين، خصوصا بأنه حالات الإصابات ازدادت بعد إعادة آلاف العراقيين من الخارج منهم مصابين، فبالتالي الإجراءات المنقوصة والإجراءات الخاطئة تأثر بشكل كبير على نمط الحياة العراقية، على استمرار الحياة في العراق كما هو المعتاد عليها اليوم بحظر التجوال الجزئي. فبالتالي يعني إجراءات خلية الأزمة تتخذ إجراءات أماكن للحجر وغيرها حتى نمنع أو نمنع من تفشي هذا الوباء. إذا متابعينا الكرام، في يعني الاتصالات الواردة أيضا، التعليقات الواردة وأيضا الاتصالات اللي تتحدث عن باستياء، بحرقة، بالمشاكل اللي يعانوها اليوم في ظل هذا الاستغلال برفع أسعار التذاكر، بالاحتكار للطيران لشركة أو لجهة واحدة، واللي منعت من العودة واللي فاقمت من مأساة العراقيين. عندنا اتصال من واسط. عبد الرحيم، رمضان كريم. عبد الرحيم، عبد الرحيم، ألو، أنت على الهواء مباشرة. عبد الرحيم، نصلي صوت التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال وحتى ما نأخذ هواي وقت. تفضل. ألو عبد الرحيم، أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتنا لك. أحمد والدي كيف السؤال؟ تفضل. الحكومة شو تريد من المواطن يعني؟ يعني شو تريد المواطن؟ المواطن يعني انتهى، يعني انتهى المواطن، انتهى. زين. يعني فقير منين يأكل وين يشرب؟ زين. إيه رحمة الوالد، يعني ما يعني شو خيشوفون حل، خيشوفون يعني هو العراق انتهى. أول ما جابوا لنا داعش والنواب جابوا لنا كورونا والنواب هاي ترجعوا داعش كتلة الأبرياء، يعني شنو هاي؟ شنو الشاف هذا؟ يعني ما في صوت حل، ما في جاي شوف التلفزيون ما في صوت حل. نعم. اي والله يعني طلعوها من معونه كلش، يعني هسه وصلت تبي العراقيين يتحزم ويفخ روحه، يعني ما عنده مع الشيء. زين، اذا تسمح لي عبد الرحمن. نعم وياك. يعني يا رحيم، عبد الرحمن. عبد الرحيم، عفوا. عبد الرحيم. عبد الرحيم إذا تسمعني، أنت حاليا بهاي الأوضاع شغلك متوقف، ما قاعد تقدر تلقى شغل، ما إذا تسمعني لو لا. عبد الرحيم تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. أبو مصطفى من تلعفر، مساء الخير أبو مصطفى. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام وتحياتنا لك. تحية خاصة قناة شرقية والكادر أستاذ سعد البزاز من جنوب إلى الشمال. نعم أخويا، قبل يومين ثلاثة أيام طلع بالتلفزيون. نعم. واحد من مجلس النواب قال 200 مليار دينار عراقي وزير مهجرين صارف على الثلج.
ثلج ماي مار. احنا كنت نازع محافظة كركوك اي ثلج احنا ما استلمنا. انا شش هو صارف 200 مليار دينار على الثلج. احنا نفتح 150 معمل. واما العراقيين امو اخويا مليون ونص ما نازحين ماكو. الى رئيس جمهورية الى مجلس النواب الى يقبل كل شهرين الى رعاية اجتماعية الى يقبلون يستلمون كل شهرين راتب. احنا ميقبل يعني نازحين ميت من جوع. احنا صايمين يا عدي رجال يعني كل شهرين يصل ما رعاية يعني منحة 30 الف يوم 3 اليوم حد لا ماكو تقاعدين ماكو تعينات ماكو شوارع ماكو. أدلة أخويا أدلة فتح احترام الزين فتح إصابة أدلة فتح إصابة ما يصون نعم العراقي من نفوت منا يوم القيامة. أدلة لازم ما تقول يعني الشعب العراقي لبس ويفكر إلزم أدلة حرامية يجدد عندنا أملاك يرجع من خارج العراق أسعيل منطيف فقير كل واحد 4 سيارات عندنا والله العظيم أستاذ عمر كل واحد 4 سيارات والله ما عندنا 250 دينار أرجع أشتري إحنا الكرامة. نعم أبو مصطفى وضحت الصورة وإن شاء الله نتمنى بأن توصل رسالتك ونتمنى أيضا بإعادة التدقيق بما تم صرفه للنازحين وشنو مدى استفادة النازحين ما صرفت من مبالغ خصوصا بين المواطنين اليوم دا يشكون العائدين اللي موجودين في المخيمات ماكو اهتمام ماكو مخصصات ماكو فلوس ماكو أي دعم حكومي أو حتى من قبل المنظمات اليوم جهد غائب. تحياتنا لك ونعتذر منك أبو مصطفى من تل عفر لضيق الوقت ونتمنى لك الموافقية من بعد ما عدت إلى مدينتك. أحمد محمد عفوا من بغداد مساء الخير. من غضاء الغراب تحياتنا لك. عيني أني رجال نازح. نازح؟ إيه نعم. باش ألو أسمعك أسمعك. للأسف انقطع الاتصال. أحمد من بغداد مساء الخير. مساء النور حبيبي. تحياتنا لك حبيبي الله يسلمك. نعم أحمد أسمعك الهواء لك ما بقى هواي وقت تفضل نصلي صوت التلفزيون. أحمد عليكم السلام. حبيبي عندي أنا مشكلة شغلة إحنا أنا عندي سيارة اشتريتها نعم يعني قبل ظروف كورونا نعم صارت بعدين نصلي صوت التلفزيون أحمد. اي حبيبي فمن اشتريت سياره شفت كانت باقي المرور مفتحه عندي كانت مشكله بيها هي شو حديد اموال نعم اي فمن اشتريت سياره وراها السد صارت مال هاي مال مال الكروني نعم ضرع الكروني من صارت نعم قالوا سدت المرور سدت المرور انا سمعت قاعد اطلع بالسيطرات عندي انا عليها رفع شاري نعم. بس ما واصل حد الان للمرور نعم ويقولوا لي هذا بالصدارات يقولوا لي والله ما يصير تعبر ايش قال زين انا وين اروح المنتج نعم. نتمنى بان تتواصل ويانا على التليجرام. تحياتنا لك نتمنى بان تتواصلين على المواقع الخاصه ببرنامج اغلبيه ناطقه. اذا متابعينا الكرام الى هنا انتهى وقت البرنامج هذا اليوم. تلقاكم في حلقه يوم غد وموضوع جديد ان شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. الى اللقاء.